من سيارته نزل وسريعاً صعد إلى الطائرة حاملاً حقيبة ملأها 11 كيلوغراماً من الكوكايين، ثم انطلقت الطائرة دون أن يكتشف أمرها. كيف ذلك؟ بدأت القصة في جامايكا، إذ أخفى ميكانيكي الطائرات بول بيلوسي 11 كيلوغراماً من الكوكايين داخل الطائرة، تحديداً أسفل قمرة القيادة، إذ كانت هناك غرفة سرية لم يعرف عنها أحد شيئاً سوى بيلوسي. لكن الميكانيكي الذي عمل داخل الطائرات لمدة عقدين من الزمن لم يكتفي بذلك، إذ رش المخدرات بمادة تتوهج تحت الضوء لصعوبة اكتشاف المخدرات. وصلت الطائرة إلى نيويورك محملة بالكوكايين. ظن بيلوسي أن خطته نجحت، لكن موظفي الجمارك كشفوا أمر الحمولة. التحقيقات قادت إلى الفاعل الميكانيكي صاحب 56 عاماً، ليقدم إلى المحاكمة التي أفضت إلى سجنه 9 سنوات.